في سوق المال سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا جماعيا بختام تعاملات جلسة اليوم، وسجل رأس المال السوقي مستوى 821.7 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو ملياري جنيه. وتراجع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة بلغت 0.72% ليغلق عند مستوى 12433 نقطة. كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة بلغت 0.45% ليغلق عند مستوى 2397 نقطة. وتراجع مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة بلغت 0.52% ليغلق عند مستوى 3484 نقطة.